أحسن الله إليكم. تليفون البرنامج المخرج الحلقة يظهره وتزودون بالاتصالات. عبد الرحمن من عسير، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا سؤالين، السؤال الأول يا أخي، أنا كنت إمام وتذكرت أني على غير طهارة في الشهد الأخير قبل السلام بثواني، فما أدري وش حكم صلاتي وصلاة المأمومين وخلفي. لحظة يجاوب الشيخ. أما المأمومون الذين لم يعلموا عن حالك، صلاتهم صحيحة إذا لم تعلم إلا بعد السلام فصلاتهم صحيحة، وأما أنت فتقوم وتتطهر وتعيد الصلاة. أما إذا ذكرت أنك على غير وضوء في الصلاة فإنك يجب عليك الانصراف، يجب عليك الانصراف ولا تستمر في الصلاة، وتجعل من يصلي بالجماعة أو ينتظرون حتى تتطهر وتأتي تصلي بهم. نعم.